وسهلا بكم من جديد في هذه النشرة الجوية العاجلة الخاصة بطقس المغرب. إخواني الكرام، خلال توقعات مساء اليوم والأيام القادمة سوف نوافيكم بآخر المستجدات الحالة الجوية، فلا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في قناة طقس قوي ومدمر. إخواني الكرام، طقس حار جدا إخواني الأعزاء قادم نحو المملكة، فالمرجو أخذ الحيطة والحذر مع رياح قوية واستمرار العواصف الرعدية، وإن شاء الله سنعطيكم تفاصيل توقعات 10 أيام القادمة إن شاء الله بالتفصيل، فلا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة. والآن إلى التفاصيل. يتوقع هذا المساء استمرار الرياح القوية على عدد من المناطق المملكة، على مناطق وجدة وتوريت وساكة وأكنول وإيساقن وتاونات والزالة لميمونة قرية أبو محمد سيدي سليمان إفران وخنيفرة وزود شيخ، وكذلك خريبقة وسطات برشيد والقارب والجديدة والصويرة، وكذلك أسفي والرشيدية بن قرير والوالدية قدر وعشيبة وأزيلال وتباينت، وكذلك مناطق فم مسجد وزقورة وأزيلال وتباينت وإغرم وطاطا، وكذلك قلميم وطنطان والعيون وبوشدور، ورياح قوية قليمة جنوبية المملكة مع احتمال تطاير الغبار، قد تصل سرعة الرياح قليمة جنوبية قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، والمناطق الداخلية قد تصل 40 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة إخواني الكرام، فيتوقع للعواصف الرعدية تكونات الرعدية حاضرة على المرتفعات الأطلس، تعطي بعض التساقطات المطرية على أوكيمدن أوزميز إيمن تانوت وتليوين وإغرم وتافرة، والتساقطات الرعدية متفرقة أحيانا إخواني الكرام. وبالنسبة لتوقعات يوم الأحد إن شاء الله، فمن المتوقع في الفترة الصباحية أن تكون الأجواء صافية إلى قلة السحب مع بعض الرياح النشطة على مناطق الصويرة وآسفي، وكذلك مناطق الأقاليم الجنوبية هي المملكة قادرة باستمرار الرياح القوية. وبالنسبة إن شاء الله لدرجات الحرارة المتوقعة، فمن المتوقع إخواني الكرام درجة الحرارة تعرف بعض الارتفاع الملحوظ والقوي على مناطق مراكش وخريبقة وبن قرير وبني ملال وخنيفرة، كذلك مناطق تيرودانت معنية بالمناطق المجاورة بالطقس الحار إخواني الكرام، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية المملكة ستعرف طقسا حار كذلك على مناطق الجهة الشرقية بإذن الله، وعموما سيبقى الطقس حار إخواني الكرام. وبالنسبة لتوقعات العواصف الرعدية، فمن المتوقع تشكل بعض الاضطرابات الجوية بعد الزوال، يتوقع استمرار هذه الأجواء الغير مستقرة مع تساقطات مطرية رعدية على أوكيمدن وأوزميز وإيمن تشانوت وأيد داود، عواصف رعدية قوية محليا مستمرة إن شاء الله، وكذلك مع احتمال تشكل بعد الرياح النشطة القوية إخواني الكرام بعد الزوال القليم الجنوبي المملكة والسواحل الأطلسية، وخصوصا منها صويرة وآسفي والعيون بوشدور والداخلة والسمارة وربما حتى أوسرد. وبالنسبة ليوم الاثنين، ويوم الاثنين إن شاء الله 22 يوليو، يتوقع استمرار بعض الأجواء الغير مستقرة وكذلك بعد الرياح النشطة على القليم الجنوبي المملكة والمرتفعات، ما احتمال تشكل بعض العواصف الرعدية على المرتفعات الأطلس، تودي تساقطات مطرية رعدية على مناطق إفران وكذلك الصفر وتبينت وأيضا برفوسفات إن شاء الله وأوكيمدن وأيضا مرتفعات الريف، وكذلك على مراكش كما تشاهدون إخواني الكرام وأقادير بوشيبة وأنزميز إيمن تشانوت وأيد داود. بالنسبة لدرجة الحرارة لتوقعات يوم الاثنين إن شاء الله، فمن المتوقع استمرار موجة الحر القوية إخواني الكرام على زورة قد تصل إلى 44 درجة، مناطق مراكش 40 درجة إن شاء الله كما تشاهدون، هناك طقس حار إخواني الكرام بعد الزوال كما تشاهدون، ومناطق خنيفرة وخريبقة وفاس وكذلك باب برد ومناطق تازة والجهة الشرقية والجنوب الشرقي وقلميم، كذلك ستعرف طقس حار على أشت وطاطا وفمزقيد وكذلك أوسرد. بالنسبة لتوقعات يوم الثلاثاء، فمن المتوقع يوم الثلاثاء إن شاء الله طقس حار جدا إخواني الكرام، وكما تشاهدون فقد تصل درجات الحرارة إلى أزيد من 46 درجة إخواني الكرام بعض المناطق المخصصة مناطق الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية المملكة، وكذلك على مناطق سيدي سليمان كما تشاهدون، وكذلك مناطق مرتفعات الريف سوف تعرف ارتفاع على فاس ومكناس والمناطق المجاورة إن شاء الله قد تصل فوق الأربعينيات مشاهدينا الكرام إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات الأمطار والعواصف الرعدية، فمن المتوقع يوم الاثنين كذلك استمرار الضغط الجوي تبلغ قيمته 1021 هكتوباسكال، ماذا هو الذي سيؤدي لارتفاع في درجة الحرارة إخواني الكرام مع تواجد هذا المرتفع؟ سنرى كذلك بعض المنخفضات الجوية إذا كانت ستدخل إلى المملكة خلال توقعات الأيام القادمة. تشكل بعض العواصف الرعدية بعد الزوال على مناطق تالية، على مناطق إيملشيل وتومفيت وأسول، وكذلك مناطق إفران وسكورة مداز وضات الحاج، هذه العواصف الرعدية إخواني الكرام تبقى متفرقة مع طقس حار مستمر كذلك يوم الأربعاء، وكذلك مع احتمال استمرار
الرياح إخواني الكرام في الفترة بعد الزوال على المناطق التالية، خصوصا المناطق الوسطى للمملكة والجنوب الشرقي والمرتفعات الأطلس وكذلك على بوجدور إن شاء الله. ومن المتوقع كذلك يوم الخميس إن شاء الله أن تستمر بعض الرياح النشطة القوية مع احتمال استمرار الأجواء الصافية إلى قليل السحب مع تشكل بعض العواصف الرعدية الضعيفة على المرتفعات، لكن عموما سوف تبقى الأجواء مستقرة إلى قليل السحب. بالنسبة إن شاء الله كذلك اليوم الجمعة بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فمن المتوقع يوم الجمعة إن شاء الله أن تعرف درجات الحرارة بعد الانخفاض إخواني الكرام الطفيف، لكن ستبقى طقس حار على الجنوب الشرقي للمملكة إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات الأيام المقبلة مشاهدينا الكرام، سنلقي نظرة على التوقعات الأيام القادمة وسنعطيكم حالة البحر بإذن الله. بالنسبة كذلك لتوقعات الأيام المقبلة، فكما تشاهدون تبدو الأجواء مستقرة إلى قلة السحب وأجواء صيفية قوية إخواني الكرام مع تواجد هذا المنخفض الجوي. سنرى خلال توقعات الأيام القادمة، فهذه توقعات قابلة للتغيير، ربما تتغير الحالة الجوية ويتجه هذا المنخفض الجوي إلى المملكة. كما تشاهدون احتمال انخفاض درجات الحرارة يوم الأحد إن شاء الله بسبب دخول هذه الكتل الهوائية الباردة من المناطق الأطلسية بسبب تكون هذا المنخفض الجوي إن شاء الله بحول الله. بداية من أواخر هذا الشهر سوف تنخفض إن شاء الله درجات الحرارة عموما إخواني الكرام. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة لحالة البحر، بالنسبة لحالة البحر إخواني الأعزاء، فيتوقع أن يكون البحر هائج إلى قوي الهيجان، قد يصل إخواني الكرام علو الأمواج إلى مترين على مناطق سوس وكذلك بين الدار البيضاء قد يصل إلى المتر ونصف، والواجهة المتوسطية قد يصل إلى نصف متر، وبالنسبة للداخلة وبوجدور وكذلك العيون قد تصل إلى مترين ونصف. مشاهدينا الكرام البحر سيكون هائج هذا المساء. بالنسبة ليوم الأحد فيتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة أو البحر القوي الهيجان بعلو مترين ونصف على مناطق سوس إخواني الكرام، قد يصل إلى المترين، كذلك على مناطق الدار البيضاء والرباط قد يصل إلى المتر ونصف، الواجهة المتوسطة قد يصل إلى المتر، الأقل من جنوب المملكة قد يصل إلى المترين. بحر قوي الهيجان مع رياح قوية إخواني الكرام، فالمرجو أخذ الحيطة والحذر. مشاهدينا خلال توقعات يوم الاثنين 22 يوليوز، فيتوقع استمرار البحر الهائج على الأقاليم الجنوبية للمملكة بعلو مترين وبين المترين ونصف إلى المترين، كذلك على سوس طقس وبحر هائج بعلو مترين. بالنسبة للدار البيضاء والرباط والصويرة وأسفي قد يصل بين المتر ونصف إلى المترين، الواجهة المتوسطية قد يصل بعض المناطق إلى نصف متر. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر، فيتوقع استمرار الطقس القوي إخواني الكرام وكذلك البحر الهائج كما تلاحظون إخواني الكرام، بحر هائج وقوي قد يصل إلى المتر ونصف، وبالنسبة للقليم الجنوبي قد يصل إلى المتر ونصف، بحر هائج إلى قوي الهيجان إخواني الكرام. خلال توقعات كذلك يوم الأربعاء سيكون البحر نسبيا هائج مع انخفاض طفيف في مستوى الأمواج، لكن عموما سيبقى بين المتر ونصف إلى المترين، الواجهة المتوسطة قد تصل إلى نصف متر. بالنسبة ليوم الخميس كذلك سيكون البحر قليل الهيجان، الواجهة المتوسطة وهائج إلى قوي الهيجان بعلو متر ونصف، كذلك على القلب الجنوبي المملكة قد يصل إلى المتر. مشاهدينا الكرام بالنسبة للأيام القادمة، فتشير نماذج الطقس العالمية لاستمرار الأجواء المستقرة إلى قليلة السحب مع ارتفاع في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء إخواني الكرام. وتحية طيبة للجميع وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.